ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، يعني انتوا وحشتوني جدا، وحشتوني قوي مش جدا، بس عايزاكم تنزلوا تحت تدعموني بقى بلايكات وكومنتات. عايزه الكومنتات تبقى كلها فرح يا جماعه، عايزه الكومنتات تبقى كلها حلوه، وانا هرد على كل كومنت موجود او كل كومنت هيتكتب. انا مبسوطه ان انا معاكم، ومبسوطه قوي بالفيديو الاخير، بكومنتاتكم الحلوه وبكلامكم جميل بجد. هو فرق معايا انا شخصيا بشكل كبير، ومكنتش متخيله يعني ان ممكن حد يحبني للدرجه ديت. جماعه انا كان غصب عني خالص الفتره اللي فاتت، الدنيا حقيقي كانت صعبه. انا طالعه ارد على كام سؤال كده كان بتسال لي، واعرفكم ايه الجديد او ايه اللي هيدور خلال الايام الجايه. انا وكريم ما سبناش بعض زي ما كل الناس متخيله، او احنا كنا بنعمل كده عشان هنسيب بعض، لا. يعني انا وكريم كنا يعني كنا شخصيه، كريم بالنسبه لي شخصيه مختلفه، او شخصيه انا بجد حبيتها، ما اعرفش ازاي اعجبت بيه جدا. شخص كنت اللي هو انا قلتها له مره، قلت له يا بخت اللي هترتبط بيك، والله يا ابني يا بختها بجد. وقبل ما تكملوا يا جماعه الفيديو، انا جايبه لكم ابلكيشن يجنن يا جماعه، ابلكيشن وان اكسبت. وان اكسبت يا جماعه هو ابلكيشن توقع المباريات. دلوقتي انا واحده بشجع نادي الاهلي، نادي الزمالك، اي فريق انا بحبه حتى لو فريق اوروبي. دلوقتي تقدروا ان انتوا تتوقعوا الماتشات وتكسبوا فلوس، والله العظيم هتكسبوا فلوس وانتوا قاعدين في مكانكم. يعني انا دلوقتي مجرد ما اتوقع ماتش خلاص انا كده كسبت فلوس. تنزلوا تحت هتحملوا الابلكيشن من اول كومنت يا جماعه، وهتكتبوا البرومو كود اللي موجود، وبس مجرد ما تتوقعوا اول عمليه ليكم يا جماعه هتكسبوا 100 دولار. ايوه 100 دولار. كل اللي عليكم ان انتوا هتنزلوا تحت هتحملوا الابلكيشن ده اول حاجه، هتكتبوا البرومو كود بتاعي بس كده، ويلا بالتوفيق للجميع، واللي كسب يكتب لي تحت في الكومنتات. فما تخيلتش ان انا اللي ممكن ارتبط بيه الاول. وشكرا لاي حد كان بيكتب كومنت سلبي عليا او على كريم او على خطيبي، تمام. لان في ناس مريضه بتطلع يا عيني مرضها في ان هم ايه يكتبوا لي الكومنتات دي. عايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا حصلت امبارح، وهو ان قناه اليوتيوب كانت بتتقفل. القناه كانت بتتسرق. يا جماعه القناه بتاعتي كانت بتتسرق. هجيب لكم سكرين دلوقتي ان هي كانت بتتسرق ازاي، ما اعرفش. يعني انا كان في متخيلي مثلا ممكن يتسرق عندي الانستجرام مثلا، يعني الفيسبوك، لكن اليوتيوب ان هو يتسرق دي جديده. فلقيت جيميل كده، ولقيت انذارات كتير عندي، طق رق رق، الايميل بتاعي بيتقفل. فعلا انا دخلت عليه لقيت الايميل اتقفل اصلا. بس الحمد لله ان انا قدرت ان انا ارجعه. يعني كده بتتفرجوا عليا، تمام. احنا ما اجلناش الفرح، وما اجلناش الخطوبه، وما اجلناش كتب الكتاب، والناس اللي بتقول هتعملوا كتب كتاب في الفرح والفرح في كتب الكتاب والليله دي كلها يا جماعه، لا. الموضوع مش كده قد ما الموضوع ان احنا بنمشي ستيب باي ستيب. احنا عندنا حاجات كتير جدا لسه ما كناش مخلصينها، واحنا مش من الشخصيات اللي هو ايه تعالوا نعمل كتب كتاب ويحلها الحلال، لا. هو احنا بيت بلدي وعربي وماشيين على التقاليد، اللي هو كتب كتاب بيحصل لما حاجه العروسه كلها تكون في البيت، وحاجه العريس بتتكتب قايمه، وبعد كده نعمل كتب كتاب. ازيد من كده لا، يعني جو السبهلله ده لا ما بيحصلش. هو كده ما بيحصلش. لازم في، ممكن تبقوا شايفيننا بلدي، يعني ممكن يبقى حد شايفني بلدي، بس لا يا جماعه هو دي عندنا تقاليد واصول لازم نمشي عليها. هو ان احنا بنجيب كل عفش البيت، سواء الحاجات اللي عليا او الحاجات اللي عليه، وبعد كده بنكتب قايمه محترمه، وبعد كده الخطيب بيمضي عليها، وبعد كده بنعمل كتب الكتاب، تمام. وبعد ما بنعمل كتب الكتاب بنعمل الفرح، او بنعمل الاثنين مع بعض. لكن جو انا هكتب كتب الكتاب ويحلها ربنا دوت، لا. ده مش عندنا او مش نظامنا. في ناس بتعمله، يعني مش بغلط ده، بس بلدي، تفكير بلدي بقى هنقول ايه. بس يا جماعه
فالناس برضك اللي بتسأل على أهلي أو على والدي وجرحتوني قوي بكلام كتير جداً، ده كان كلام مؤثر عليا طبعاً، خصوصاً الحرب اللي احنا قايمين أو اللي احنا موجودين فيها وقاعدين فيها، حاجات اللي بتحصل في غزة، فمؤثرة على شغلي يمكن كتير جداً. أنا موقفة شغلي كتير جداً يا جماعة، الانستجرام والفيسبوك واليوتيوب طبعاً، تمام، من ساعة آخر فيديو، ويمكن اتنجينا كده ان انا كنت منزل فيديو اصلا قبل الاحداث دي ما تحصل. بس فادعولي ان الفترة دي تعدي على خير، لان حقيقي والله والله الفترة دي صعبة جدا جدا. وطبعا يمكن علشان الفترة دي ما قبل الجواز فبيحصل فيها طبعا مشاكل دروبات الحاجات دي كلها، لما بتحصل الحاجات دي انا ما بقدرش استحمل، يمكن ممكن كان يستحمل عني او يستحمل عصبيتي، بس انا ما بقدرش استحمل. انا يا جماعه مش اوفر، انت بتتكلمي كده ليه، انت بتعملي كده ليه، انت صوتك زي صوت لهفه، انا ما اعرفش حته صوتي زي صوت لهفه دي انا ما اعرفهاش اولا، تمام، بس انا بكلمكم والله في حاجات انا فعلا ما ببقاش عارفه هي انا دنيتي ماشيه ازاي ولا رايحه فين. يعني انا وكريم ما بنبقاش دارين، يعني انا في حاجات نزلت اشتريتها والله العظيم انا من كتر تعبي ما بقتش قادره اصورها، انا في فيديوهات عندي ما بقتش قادره انزلها من كتر كل حاجه كانت بتحصل. بس انا بوعدكم ان الفيديوهات اللي كلها جايه هتبقى كلها ان شاء الله فرح، بس انا عايزه منكم دعوه حلوه تحت، يعني انا محتاجه منكم دعوه حلوه تحت يا جماعه. هقرا كل الكومنتات كلها بلا استثناء، هرد على كلها، ما عنديش مشاكل مع حد، عمري ما فكرت لقح على حد، اي حاجه قديمه اي حاجه قديمه فاتت من حياتي هي فاتت وما بتكلمش عنها ونسيها اصلا. ده فعلا يعني انا ما افتكرش احداث مثلا عدت قبل كده حقيقي يا جماعه، انا ناسي انا اكلت امبارح والله العظيم ده بجد. يعني انا بشتري حاجات في جهازي بتبقى مثلا مكررها مرتين من كتر ما انا ناسيه، مش فاكره، ما عنديش درايه، نسيت، فبرجع ان انا دلوقتي اصور واشتري حاجات جديده من في الجهاز. والحمد لله انا عايزه يعني الفيديو الجاي، لا خليها الفيديو الجاي ما هيبقى مفاجاه ليكم، تمام، وانتوا شوفوها معايا. فلو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم محدش يكتب يا جماعه كومنتات تكون بتجيب سيره حد، ليه؟ انتوا بتحرجوني وبتحرجوا اللي معايا اللي انا مخطوبه له، وبتحرجوني قدام اهلي وبتحرجوني قدام اهله، فليه؟ ليه بقى حد يقول ده شبه الفلانيه ولا شبه العلاني ولا شبه الترتانيه ولا شبه بنت خالت كده يعني، تمام. بحاول اتكلم بالغاز على قد ما اقدر، تمام. فبس يعني الدنيا بيس، وانا والله العظيم مبسوطه، واي حاجه بتحصل او اي عقده بتحصل في حياتي فاكيد خير. يعني انا المفروض كتب كتاب يا جماعه هو مش اتاجل مره، هو اتاجل حوالي 3 مرات. يعني انا هقول لكم كتب كتاب كان المفروض امتى تاني، كان في 6، تمام، كان تحضيرته في 6، وكان كان يوم عيد ميلادي كان كتب الكتاب، تمام. بعد كده اتاجل ل9، وطبعا 9 ده عدى، تمام. وبعد كده المفروض كان يوم 23/10، يعني 23/10 اللي هو فات، اللي هو كان من كام يوم، تمام، وبس ما اتعملش نصيبي بقى الدنيا اتلخبطت، طبعا حصل حوار الحرب وكل الكلام ده. فانا بحمد ربنا برضك ان في الحته دي بقى ان هو اتاجل، يعني الظروف ما كانتش تسمح ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. بس فانا بجد محتاجه جدا دعواتكم الفتره الجايه. المفروض ان احنا هنحدد بقى، هننقل الحاجات ونشوف الحاجات اللي احنا ناقصانه هننزل نجيبها كلها، او احنا اوريدي جايبين حاجات كتيره جدا جدا منها. هتابعوا معايا الفيديو الجاي ان شاء الله، انا هخليه مفاجاه، او مش الفيديو الجاي بس، الفيديوهات الجايه كلها هتابع معاكم كل حاجه، الجهاز، العفش، الحاجه وهي طالعه بيتي، الدهانات الجديده والحاجات اللي انا عملتها في الشقه، كل حاجه انا هجيبها هشارككم معايا بيها، وتحضيرات كتب الكتاب بالفستان بكل حاجه. يا جماعه انا بجد متحمسه جدا، عايزاكم تبقوا معايا على نفس ذات التحمس دوت علشان انا اتحمس اكتر، تمام. انا اصلا ياسمين محمد شغاله فين الصبح او بعمل ايه في حياتي؟ انا ببقى شغاله مدرسه الصبح يا جماعه، شغاله في مدرسه فرنسيه، ليسي فرنسي ديو كاغو، دي مدرسه فرنسيه انا شغاله فيها،
بتعلموا عربي والكلام ده كله يا جماعه، انا شغاله في الاداره مش شغاله في المدرسه اصلا. المدرسين عندنا فرنسويين، ومن النادر جدا ان احنا نلاقي عربي، يعني نلاقي ناس بتتكلم عربي اصلا، العربي بتاعهم مكسر يعني، احنا في كلامهم بنبقى محتاجين مترجم اصلا لكلامهم. تمام، انا مش عايزه اطول عليكم اقسم بالله، بس انتوا وحشيني جدا، وكل الكلام معاكم وحشني جدا جدا، يعني وحشني قوي قوي، حاسه عايزه الغي كتير جدا، بس انا مش عايزه حد فيكم يبقى متضايق مثلا ولا زعلان مني، واسفه ليكم على اي حاجه انا ضايقتها او عملتها من غير مقصود او زعلتكم بيها. انتوا والله العظيم غاليين عليا، يمكن انتوا اول ناس، يعني انتوا اول ناس ابدا بيهم حاجه في حياتي، او يوم ما دخلت اليوتيوب انا دخلته كده اللي هو باي لك كده، فعملت فيديو نجح او كبر، كنت بدعي ربنا بقول ايه ده، انا عمري ما كان عندي صحاب، بس اتخيل ان في ناس كبيره قوي او كتيره جدا بتتفرج عليا او بتحبني، ده بالنسبه لي كان شيء كبير جدا، لان انا اصلا في العموم ما كانش عندي صحاب، فما بقاش عندي صاحب ولا اتنين. لا يا جماعه، احنا داخلين في حوالي 400 ألف شخص موجودين عندي، ده غير بقيت التواصل الاجتماعي، بس انا مبسوطه بيه، مبسوطه بدعمكم ومبسوطه بحبكم ليا، فبجد محتاجه كتير جدا دعوات ليا، على قد ما تقدروا كتروا في الدعوات، ابوس ايديكم علشان انا حياتي بقت بايظه. مش علشان كريم، او مش علشان كريم يعني السبب كريم، لا بتبقى حاجات تانية بقى، يعني البلد، البيت، الاهل، الكلام ده كله. بس احب اشكر بابايا ومامتي وكل اخواتي وكل الناس اللي بتتفرج عليا، كل الناس اللي كانت عملت لايكات وعملت كومنتات، واحب اشكر طبعا خطيبي واهله، لان هم بجد ناس محترمه جدا، وانا حاسه ان انا بجد ربنا لا عوضني بيهم كتير، وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم، ومبسوطه ان انا هتجوز بقى كريم، ومبسوطه جدا ان انا هشارككم الاحداث الايام الجايه. فما تنسوش يا جماعه تعملوا الحاجات اللي انا هقول لكم عليها، واستنوا الفيديو الجاي.